مرحبا بنات كي دايرين لاباس عليكم؟ صحتكم لاباس؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. الفيديو ديال اليوم عندي فيه التخمال وشحال من حاجه غادي نوريها لكم. بدلت اول حاجه، بدلت هاد الكوفر اللي كان عندي، حيد داك البيض حيت بزاف منكم اللي كان كيقول لي حيدي حيدي ما جاش مع داك البيت النعاس ديالك، عطي خصك شي حاجه اللي مغلوقه اللي تبينه احسن من هذاك. فخديت هذا صراحه ما كنتش ناويه ناخذه، غير مني اليوم خملت بيت النعاس وحيدت شحال من حاجه ما باغياهاش وداك الشيء. قلت خرجت وخديت بزاف ديال الحوايج اللي محتاجاهم، عندي واحد العراضه اللي كبيره هتشوفوها معايا. وبان لي هذا بثمن اللي زويون خديته في الحمايمر وداك الشيء. المهم ما بيهش جا صراحه، ما بيهش، حيدنا الاخر من هاي تصبن وتناخذ شي كوفر اللي يكون زوين بزاف، وديك الساعه نبقى نبدل ما بيناتهم، ما بين هاد الثلاثه هادو. المهم قولوا لي كي جاكم. ها انتم البنات كيفاش جا؟ جا صراحه ما بيهش. المهم عاد بغيت نزيد له شي هنايا شي مخدات. هاد المخده هادي كبر من هاد المخده، هاد المخده صغيره، هاد المخده هي هاديك جاتني، هي هاديك، هاد المخده جاتني كبيره، وفاش حليتو لقيت شحال من بلاصه عنده مشنتفه. المهم زويون هو صراحه، رطيب وزوين، ولكن عنده مخده اكبر من الاخرى. المهم ماشي مشكل، يعني نقضي به دابا وصافي، حتى عجبني وبغيت نبدل. راكم عارفين منين كتبقاي بشي حاجه مده طويله كطلع لك في راسك. صراحه ما كرهتش شي بلاصه يكونوا فيها كوفر ليات زوينين هنا في مكناس، ناخذ منها شي كوفر اللي يكون زوين واللي يبين ليا بيت الناس. صراحه ما عرفتش فين غادي نلقاهم بالضبط. الا كانوا هنايا معنا بنات مكناس يقولوا ليا فين، لا كانوا عارفين شي بلاصه تكون مزيانه. مهم انا نوريكم بيت الناس ديالي كامل. ها انتم كيفاش داير الهيهاره، مازال ما هبطتش ليه داك، عاد نحيد ليه ديك الكشميره التحتانيه وغادي ندير ليه سميتو داك ليزار اللي كيجيب الباندا. هذاك راه مازال ما جبتوش، راه صافي صايبته مقاد مسالي وغادي نقادو ليه، غنحيدو ديك الكشميره وندير له داك ليزار صافي. وهنا الهيها راه كاين الهيها كوافوز هنايا غير بلاكار وصافي، وتما كاينه الناموسيه. المهم قولوا لي كيفاش جاكم. صراحه بالاحمر بينو داك اللون الاحمر احسن من الابيض اللي كان فيه. المهم هكا جا دابا يلاه تشوفوا معايا شنو شريت. عاوتاني واحد اخر، شريت بزاف ديال الحوايج، وعندي واحد الحاجه مهمه باغا نقولها لكم. منين كنت كنخمل قلت لكم، منين كنت كنخمل هذا البيت هذا حيت حيدت بزاف ديال الحوايج كانوا عندي تما في داك فهاد الصندوق هذا اللي كيكون تحت الناموسيه، حيدت بزاف ديال الحاجات ما محتاجاهمش، حيدتهم باش ما يبقاوش معمر ليا البلاصه وصافي. انا لقى واحد الحاجه اللي صراحه صدمتني، لقيت واحد الحاجه ديال مراد، واحد الرساله وانا ما عرفتش نقول لكم، شي حاجه كاتبها ولكن نساها، شي قديمه ونساها وبقات في واحد الكارطابل ما بقاش كيستعملها. داك الكارطابل فيها واحد البيسي قديم، ومنين مشيت الفضول منين مشيت حليت داك سميتو داك الكارطابل وانا نلقى فيها واحد الكتيب. داك الكتيب بقيت كنقلب فيه مع انايا كعزيزه هي اللي لقى دوك الكتوبه ديالهم، كنقلب فيهم كنبغي نلقى شي حاجه، كنبغي نلقى شي حاجه كاتبها ولا مهم داكشي القديم، ونطيح في داكشي النيت صافي. لقيتو كاتب شي حوايج حيت هو كان عنده مع داكشي ديال الكتابه، يبقى شي حاجه وقعات له يبقى يكتبها، كيكتبها ويخليها في شي دفايتير وداكشي، عنده مع الذكريات دفتر الذكريات. المهم لقيتو كاتب شي حوايج اللي كيتعلقوا بالماضي، ما عرفتش واش نقولهم ليكم ولا ما نقولهمش ليكم، والله ما عرفت، خفت نقولهم ويبقى فيه الحال. يقول لك، يقول لي مع من كتشاوري مشيتي قلتيهم واش تشاورتي معايا، وبغي ولا ما قلتهم لكمش غادي يبقى فيا داك سميتو، خاصني نقول هذيك الهبيله اللي كتكون عندكم، هذيك الهبيله اللي كتكون في العائله مسطيه اللي كانت تقولها هي انا. صافي وقعت هاد الحاجه، خصني نقولها، خصني نقول باش نشوف الاراء، كيعجبني هكا نشوف نجمع مع البنات في لي كومونتير وداك الشيء، وحق الله تيعجبني بحال هكا كون نسمع القصص تاهما ديالهم، شي حاجه وقعت بحالي ما عرفتش واش نقول لكم ولا ما نقول لكمش. المهم خليني بعدا حتى يجي هو وغنشاوره، الا قال لي قولي غنقول لكم وغنقرا لكم الرساله، غنقراها لكم هكايا، غنقراها لكم. انا ما كيعصبنيش داك الشيء الماضي وداك التخربيق، ولكن الا بغى غنقراها، نقراها قدامكم. انا ما كي بصراحه ما تعصبني حتى شي حاجه، ولكن غندير راسي تعصبت. شوفوا الا بغى ها انتم، انا نقول لكم واحد الحاجه، الا بغى نقراها لكم
عندي راسي تعصبت قدامكم، عندي راسي تعصبت وبقى فيا الحال وداك الشيء، ما بغاش صافي راه ما شفتوني ما شفتكم صافي قلت لكم الاخبار ومشيت. المهم البنات انا صراحه كنتعامل معكم بحال خوتي ماشي بحال شي وحده كتفرج فيها عادي بحال راكم حدايا وتنعاود لكم. دابا غنمشي نوريكم داك الشيء اللي شريت. شريت بزاف ديال الحوايج لحقاش عندي واحد العراضه قريبه، واحد العراضه اللي ماشي كاي عراضه، عراضه اللي غادي يكونوا فيها واحد الناس اللي عزاز بزاف، وكما كنقولوا العراضه حساسه خاص يكون فيها داك الشيء متوال ولحقو طريقو. و صراحه ما عرفتش منين غنبداها والله ما عرفت. المهم غنوريكم شنو خديت وغنوريكم حتى داكشي اللي باغا ندير في الكوزينه، داك الكونطوار اللي قلت لكم بوطاجي ولا كونطوار وما عرفتش بحال بحال. وغنوريكم حتى الصالون بالنسبه للبنات اللي قالوا لي ورينا الصالون ديالك كذا هذه راه نوريكم الصالون ديالي ساينو هادو البنات اللي يلاه كيدخلوا ما فاهمينش واش كيقصدوا الصالون يعني الصالون الاخر ولا كيقصدوا بيت الكلاس ما عرفتش شنو كيقصدوا والله ما عرفت. المهم انا غنوريكم كل شيء، خليكم معايا البنات انا غنمشي دابا نجيب داك الشيء اللي خديت. دابا دخلت الكوزينه باش نوريكم كاع داك الشيء اللي خديت. المهم اول حاجه خديت هاد ليمول هادو باش بغيت ندير بزاف ديال الانواع ديال الكيكات. ها انتم هادو عاد وصلني انا وصلتني الخبر يكونوا كاملين عندكم هادو. المهم فكرتوني دابا كنت غنقول لكم الثمن ديال هذا، وانا نتفكر سولتوني داك النهار على شحال خديت الماكينه ديال ماما، خديتها ب 57 جايه ل 3000 درهم، ما بقى والو ولا 3000 درهم. حيت بزاف ديال البنات اللي كيسولوني عليها وقالوا لي واش زوينه، شوفوا هي صراحه كتخرج الحوايج احسن من هذه، هي كتخرج الحوايج احسن من هذه ديال الحديد، هي ديال البلاستيك بانت لي انا احسن، كتخرج الحوايج لماما زوينين. بالنسبه للبنات اللي بغاو يعرفوها كمعلومات انا اتفكرت وقلتها لكم، شي حاجه اخرى كنت سولتوني عليها ما عقلتش. كنبغي نقول لكم الاثمنه ياك، ولكن كنلقى بعض لي كومونتير هما قلالين شي 3 ولا 4، ولكن كيبقاو يقول لك لا علاش كتقولي الاثمنه وهذه وهذه، ولكن دابا والله حتى نقول لكم الاثمنه صافي، حيت المتتبعين ديالي كيبغيو يعرفوا الاثمنه، كيبغيو يعرفوا بشحال خديت، كيبغيو ياخذوا فكره، ماشي هما كيبغيو يعرفوا فضول، لا كيبغيو ياخذوا فكره باش حتى هما الا مشاو خداو يعرفوا بشحال انا خديتها ويعرفوا واش غاليه رخيصه، هذا هو علاش كيسولوا. المهم خديت هذا هاد المول هذا، خديت هاد الطويل هذا خديته ب 140، هو قال لنا 150 وخديته 140، وخديت هذا نفسه هذا ديال الجرانيت، صراحه كيصدقوا زوينين فيهم الكيكات. وباش كيعجبوني هو انهم ما كيدهنوش، انا راه دويا بقى ندير في الكيكه ومبقى ندهن بالزبده، هذيك المرحله ديال الزبده والزيت ولا الزبده والطحين هما اللي ما تنحملش ديك المرحله، ما كتعجبنيش هذا ما كيدهنو ما والو تهنيت صافي. وخديت هذا نعتوم على قوة الله اكبر. يلا سال الاذان دابا نكمل معاكم. قلت لكم هذه خديتها ب 100 ويمكن 120، هذه 120 واقيلا، هاد قال لنا 130 وقال خلانا 120. المهم قسمنا من هذه ومن هذه وزدتو، انا ديجا عندي وحده بحال هذه في اللون وفي كل شيء، كنت كندير فيها هكايا دوك مادلين ودوك الشيء. المهم خديت وحده بحالها في اللون باش ما يتختلفوش. دابا غادي نبغي في هاد العراضه غنبغي ندير بحال هكايا، المهم بزاف تداروا فيهم من غير المادلين وداك الكاب كيك وداك الشيء، مادلين وكاب كيك وهذاك من غير داك الشيء تدار فيها بزاف ديال الحوايج اللي كيداروا فيها. وزدت وحده من هذه، انا عندي وحده بحال هذه نيشان، رديتها غير داكشي ديال الدجاج وهذا، وهذه غنخصصها نيشان، غنخصصها غير سميتو غير لي طارت وداكشي اللي كيجي غير داكشي ديال الحلاوه وداكشي، ما نفرقتهم وحده هكا وحده هكا، وحده ندير فيها الحلوه والاخرى بقات للشيء الاخر صافي. هادشي اللي خديت، وكاين معهم وحدين اخرين، المهم هادوك تندير لكم فيديو خاص عليهم، خاصني نزيد عليهم معين اخرين لرمضان، خاصني دوك الكوكوطات اللي تخرجوا البنات عرفتوهم، هادوك بغيت وحده منهم ان شاء الله رمضان. المهم غادي نزيد بزاف ديال المواعن، وعاد ديك الساعه ندير لكم فيديو خاص غير بالمواعن. هذاك البلاكارات راهم محمقين، دابا يجيو شي بنات يقولوا لي مسحي البلاكارات مسحي هذا، راه كنعيا نمسحهم وما كيبغيوش يبانوا صافي، هذاك الشيء لاصق فيهم ما باغيش يتحيد. درت الماء ديال الزاج، درت واحد البرودوي واحد اخر وما بغاوش، فسمحت فيهم وخليتهم هكاك بلا ما نبقى معاهم. يلا دابا نوريكم الصالون اللي بغاو يشوفوه البنات. يلا
ها هو الصالون ديالي باقي خاوي، ما فيه حتى شي حاجه، ما فيه والو، حتى السداري هو الاخر ما فيهش، الشخصيه الاخرى ما فيهش. مازال يلاه دابا قررنا باش ندفعوا ان شاء الله تقريبا شي يومين ولا ما عرفت شحال، وغادي ندفعوا الخشب. المهم ما غادي نقول لكم والو، دابا تيتدفع ويتحط. انا نقول لي انا والواله كنهضر بزاف، الحاجه الا سمعتها نجي نقولها. المهم مثلا ما درنا فيه حتى شي حاجه، غادي نشريو الخشب هو الاول، غندوروه، وعاد ديك الساعه من بعد ناخذوا البونج وناخذوا كاع داكشي اللي باقي خاص. اما دابا راه خاوي انا نوريكم شنو عندي. عرفتوا شنو دابا البنات اللي عندي قدامي، عارفين انه الصالون باقي ما فرشتوه، هما حتى هما قالوا لي بلاتي بشويه بشويه، عاد باش فرشيه بلا ما بلا زعما ما تضغطي على راسك ولا تضغطي على راجلك، بشويه بشويه. وبصح عندكم الحق، يعني بشويه بشويه، ماشي كلشي كيدار في دقه. يعني داكشي الاساسي راه كاين، بحال الثلاجه، ماكينه الصابون، الفران، داكشي كامل اللي كيتحتاج كل نهار كاين. وكاين حتى فين نجلسوا بيت الكلاص راه كبير، تهو تبارك الله راه داير بحال الصالون نيشان كبير. فهذا هو الاساس، بيتنا حتى هو كاين. فوق الصالون اللي غادي ياخذ بزاف ديال الفلوس ما دارش، وتا انا قلت ليه زعما بلاش من بعد، ماشي بلاش ولكن من بعد، يعني ما بغيتش نديرو ديك الساعه اللي هو شرا داك الشيء كامل وتزيد حتى الصالون. قلت له سال من بعد وصافي. دابا عاد جات الوقيته ديالها ان شاء الله فين نديرو الخشب وصافي. قلت لكم دابا البنات القدام عارفين، اما البنات الجداد تيجي يقولوا لي في لي كومونتير واش ما عندكش الصالون، واش انت كتبي لينا غير هادي وهادي، واش ما عندكش، علاش الاخرين كيبينوا الصالون وانت لا؟ راه مازال اختي ما درت الصالون، ها هو باقي خاوي فيه والو. باش نجاوب على الاسئله ديالكم، ها انتم شنو فيه، هاي ندور لكم الكاميرا شتو شنو فيه. شتو هادو شنو هما؟ هادو ديال داك سميتهم كوادر ديال النحل، مورا ديك الصالون خاوي بدا تيعمر فيه، على كيف ما كانش شي كادر يجيبو يحطو بنحل. كنقول لهم انا نخرجو من قلب الراه نحطو ونخليهم. المهم البنات دابا عاودنا دخلنا للكوزينه باش نوريكم التغيير الكبير اللي باغيا ندير. باغا نديرو قبل رمضان ان شاء الله، باش منين دخل رمضان يلقاني صافي ساليت الروينه، ما كاين عندي حتى شي حاجه في الدار، يلقى كلشي هو هذاك. كنت تشاورت معكم في واحد الحاجه اللي هي على الكوزينه، قلت لكم البوطاجيات عندي صغار، فاش كنبغي نطيب شي حاجه ولا كنبغي نغسل الماعن ولا كنبغي صافي كيعم في البلاصه تيعمر ليا. اصلا البوطاجي ما كنلقاش فين نطيب، ما كنلقاش فين ندير بزاف ديال الحاجات. بزاف ديال البنات اللي قالوا لي شري طبله طويله وفيها بقيت خدمي، وبزاف ديال البنات عاوتاني اكثريه قالوا لي ديري بحال هكا، نفس الفكره اللي قال لي مراد، ماشي بني، ماشي بوطاجي مبني، لا بوطاجي بحال الالومنيوم بحال هكاك غادي يشد. انا نوريكم، انا دابا نشرح لكم وغنوريكم نيشان باش تفهموني، باش تقولوا واش باش تزيدوا تتفقوا على الفكره واش مزيانه ولا لا. غادي يشد، غادي نزيد رخامه حدا داك. بالنسبه للبنات اللي شايفين الكوزينه ديالي، غادي نزيد رخامه حدا سميت، وحدا من فوق الماكينه ديال الصابون، حيت الماكينه الصابون ما فوقهاش رخامه. غادي نزيد ديك الرخامه، غنكمل البوطاجي حتى للقنت ديال الباب، وغادي نجر من تما كونطوار ديال كونطوار بوطاجي ديال الالومنيوم. كنظن غادي يجي زوين، كنظن بحال هكا غادي يجي زوين. وصراحه وحق الله فيما كنتشاور مع البنات وفيما كنجي نقول لكم شي حاجه، والله ما كنندم، يعني كتعطيوني افكار، كتعطيوني بزاف ديال الحلول. كنكون بحال دابا شي حاجه حاصله فيها ديال بصح، كنجي كنتشاور معكم كنلقى بزاف ديال لي كومونتير، والله حتى كيعجبوني بزاف ديال لي كومونتير اللي كيكونوا ديال بصح زوينين، كيعطيوك افكار، كيعطيوك بزاف ديال الافكار كيفاش تقادي ديك الحاجه وكيفاش وكيفاش. مهم بلا ما نكثر عليكم الهضره، دابا غنوريكم منين غنجر داك البوطاجي باش تشوفوا معايا شنو. بالنسبه حتى للبنات اللي ما شايفينش كوزينتي، هانتوما تشوفوا هذا، ها انتما عندي تما الهيها في هذه البلاصه، هذه عندي فورنو فيكس هنا، حد هنايا صافي تسالات، تسالى البوطاجي حد هنايا. دابا من هنا لهنا غادي نكمل ديك سميتو البوطاجي، غادي نكملها حتى للطرف، وغادي نجيب من هنايا من هاد البليصه هادي لهاد البليصه هادي فين غادي يكون النهايه ديال داك البوطاجي، غادي نجيب نيشان وغادي ندير واحد الكونطوار كبير يوصل ليا حتى للنهايه ديال هاد البوطاجي. هذا عندي بوطاجي هنا وبوطاجي لهيها، هادو هما جوج اللي عندي. عندي هذا هو اللي كبير فين حاطه الفران وشبكات الموان وداك الشيء، والاخر اللي لهيها فيه فورنو فيكس وشويه ديال دوك القريعات ديال العطريه وصافي. المهم داك الكونطوار غادي يتجر وغادي يتقاد، غادي يولي نفس
نيشان غادي ماشي من هنا زعما غادي يكونوا مقادين وهذاك والاخر اللي ليه غادي يكونوا مقادين نيشان مع بعضياته. صراحه حتى هذا الفران شاد ليا البلاصه ديال بصح حتى هو شد ليا بلاصه كبيره ضيق عليا فاش ما كانش هو كنت زعما مهم كان كاين شويه ديال الاتساع منين جا الفران صافي ما بقاش عندي فين نتحرك كاع في مره. وحتى ديك الشبكه ديال الماء انتما غتشوفوا بالنسبه للبنات اللي قالوا لي علقيها ما عنديش فين نلقاه هنا كاع البنات هانتوما ها هو السقف ديال داك البلاكار ها الروبيني هنا ما عنديش كي ندير نعلق حتى شي حاجه ما عنديش كي ندير نعلقها مع هادو دوك الشبيكات اللي كيكون عندهم الرجيلات ومهزوزين من الوسط هادو كيقدروا يجيو. اما هادي اللي عندي راه والو ما غاديش تجيني تما كاع في مره جربتها ولكن ما جاتش ما دخلاتش اصلا فهاد البليصه هادي ما دخلاتش هذا هو السبب علاش ما علقتش الشبكه تما ما جاينيش. شتو راهي من مورايا غادي تشوفوا شتيها الفران ها الفران حمقني الفران ها الروبيني ها ديك شتي ديك البلاصه صغيره ما غادي تجيني فيها حتى شي حاجه. بعدا قلت لكم ديك الشبيكه اللي كيكون عندها الرجيلات ولكن ما لقيتهاش ما لقيتهاش هنايا قال لي مره غناخذها لك وشتو كاع ما خداها ليا. المهم البنات هذا الشيء هو اللي كاين هذه هي هذا اللي بغيت ندير معاكم. الفكره اللي بغيت نشارك معكم هي هذه ما عرفتش والله ما عرفت صراحه ملي ما كيكونش كتكون عندك الكوزينه كبيره وما متقوناش في الخدمه كتعذبي والله. دابا كنبغي ندير بزاف ديال الحوايج كنبغي كندخل الكوزينه كنلقى المعن هنا المعن اللي صافي كيطلع لي الدم والله الا كيطلع لي الدم ايوا صافي. المهم دابا غادي نخليكم حتى غيجي مراد وغادي نصرحوه بديك الرساله وشوفوا الا بغى غادي ندير ليه مقلب الا بغى ندير ليه مقلب. راه كيقولوا لي بزاف ديال البنات في الفيديو اللي قبل قالوا لي ديري مقلب المراد ديري مقلب المراد ديري مقلب المراد راه ما كنعرفش ندير المقالب بحال دابا هذه بصح نحاول نشد فراسي وغنقول وغادي نشد فيه. اما شي حاجه زعما شي حاجه اللي انا غندير ليه مقلاب ونقول ليه شي حاجه بحال هكا طرات ولا زعما نختارها شي حاجه والو غتجيني الضحكه ما غاديش نقدر نحبس الضحكه في البلاصه نقول ليه مقلب فشتي في الدقيقه الاولى في الدقيقه الاولى قبل ما يسالي قبل ما زعما قبل ما يكمل الفيديو زوج دقائق نقول ليه مقلب ما كيستقوش معايا انا المقاليد ما كنعرفش ما كنعرفش نشد راسي ونهضر والو خصكم بيته ايوا صافي. المهم خليه يجي وغادي نشدو فيه مزيان نقول له خبيتي عليا هادشي وكذا 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 ويلا بغا غنقول لكم الرساله غنقراها عليكم نيشان باش تشوفوا اصلا غا ماضي يعني شي حاجه فاتت ما عندها باش تاثر عليا كاع في مره ولكن هو ما نعرف اختي راه نخاف على راسي يبقى يقول لي علاش ما كتشاوري وانت كتقولي اي حاجه ما نعرف اللهم نتشاوروا بغا هو هذاك لا بغا راه غتشوفوني درت ليه المقلب وشديت فيه ما بغاش راه ما غتشوفوني درت حتى شي حاجه غير من الاول غيقول لي لا صافي ناقشيش معايا في الموضوع صافي حتى انا ما يكونش عندي مشكل اصلا ما عنديش مشكل هو غير نقول له بحال هكا نقول له راه لقيت شي حاجه ولا هكا غادي تستريس في البلاصه غادي تستريس غيجيب له الله راه طلع لي الدم ولا بقى فيا الحال ولا ولكن انا داكشي ديال الماضي كيبقى مع الماضي ماضي ماضي حاضر حاضر داكشي ديال الماضي متديهاش انا كاع فيه في مره لحقاش كيبقى شي حاجه اللي دازت وما بقاتش كاع في مره. المهم خليكم معايا نشوفوا شنو غادي يكون انا باش ما كان نولي رد عليكم. المهم البنات راه جا وقلتها له واجهته بها عرفتوا كيف ما توقعت ستريسه ديال بصح ما عرفش كيفاش غادي يهضر معايا ولا كيفاش غادي يجاوبني كيف ما توقعت ستريسه ما بقاش عارف راسو شنو غادي يقول. انا راه غير ضحكت معاك وداك الشيء دابا قول لي واش نقول البنات ما نقولهمش قال لي واش انت حلقه لك والله الا البنات انا راه مشكل دايره واحد العفويه فيا بعض المرات تخرج عليا هاد العفويه ديالي. المهم ما بغاش انني نشاركها معكم وفي نفس الوقت عجبو الحال بزاف لحقاش ما ديتهاش مره في الحال بحال لا ما كاين والو قال لي يا صراحه عجبني الحال لحقاش ما ديتيهاش مره في الحال ساهم تشدش لينا البنات ما عندنا ما نديرو. المهم كنبغيكم بزاف وتهلاو ليا في راسكم مع فيديو جاي. هاد الفيديو هذا كان خاوي شويه ما فيهش شي حاجه اللي مفيده بزاف ولكن ان شاء الله نتلاقاو في فيديو جاي اللي غادي يكون عراضه ديال بصح لحقها وطريقها.